في إطار مخطط المغرب الأخضر اللي كان واحد الجانب فيه اللي يعمل على تخفيف من أثار تغيرات المناخية، كانت برامج تهدف إلى تنويع البرامج أنظمة زراعية من يعني زراعات مستهلكة للماء واللي كتكون فيها الإنتاج ضعيف إلى زراعات اللي هي كتقاوم الجفاف وزراعات عندها يعني قيمة مضافة بالنسبة للمنتج بالنسبة للفلاح. كاين واحد الدعم ديال وزارة الفلاحة باش الفلاحة يتنظموا حول هاد الزراعات، وكاين كذلك نقاش اللي غادي يكون في هاد اللقاء حول طرق ديال التثمين أكثر وطرق ديال التسويق ديال هاد المنتجات في هاد الناحية. عقدنا هذا اللقاء بمناسبة اليوم الوطني الدراسي حول الصبار والزراعات البديلة هنايا في بنقرير. هذا اللقاء هذا كان من أجل التعريف بأهمية هذه الزراعات وكذلك الاستعمالات ديالها والدور ديالها في التخفيف من أثر تأخر التساقطات وكذلك من أثر الجفاف. يسعدني باسم اللجنة التنظيمية أن أرحب بكم جميعا في هذا اليوم المخصص لليوم الدراسي المتعلق بالفلاحة المستدامة من أجل التكيف مع التقلبات المناخية والصبار والزراعة البديلة نموذجا. سيدات السادة، إن تنظيم هذا اليوم الدراسي يعتبر مناسبة سانحة لتبادل الخبرات وفرصة للوقوف عن الإنجازات المحققة سواء على الصعيد العلمي أو الميداني في مجال هذه الزراعة البديلة، وكذلك تدارس المشاكل والإكراهات التي تواجه هذه الزراعات وتقييم سبل تطويرها عبر سلسلة القيم في إطار المقاربة التشاركية التعاقدية المعتمدة في إطار مختلف. فيه تأثير جد سلبي ديال التغيرات المناخية على الصعيد المغربي وخاصة في الرحام، وبالتالي باش كتميز هاد التأثيرات ديال التغيرات المناخية الجفاف المتكرر والحدة ديال الجفاف، وبالتالي خصنا نتعاقلوا مع الوضعية. في نفس الوقت الثمن ديال الكسبة كتهبط، مشكل ما نقدرش نكسب يبيع، ولكن إلا جا قد الكسبة كيولي العرف تيتقام عليه غالي، فين تيهبط الراس ديالو في هذا النطاق استدعينا مجموعة من التعاونيات وكذلك الجمعيات الإقليمية وكذلك الجهوية بجهة مراكش أسفي، وكما كان حاضر معنا واحد المجموعة من الأساتذة الباحثين اللي قدموا لنا واحد العروض حول الصبار والزراعات البديلة، وكذلك قدموا لنا الأبحاث ديالهم ومستجدات في هذا السياق.